صح النوم عندكم ماراثون. ماراثون ده احنا لا سخنا ولا عملنا استعدادنا ولا نعرف ان حاجه، لا اتدربنا ولا خدنا. وبعدين في اشكاليه تانية، انا اداب، خريج اداب، امتحاني في التربوي، طب دربنا على التربوي امتحاني، انا ما عنديش مانع، لكن تمتحاني في التربوي بدون ما تدربنا عليه. وبعدين لغه عربيه، كل يوم امتحان في اللغه العربيه، دي شرفنا ودي هويتنا ونحن نؤيد هذا، بس اديني كذا. اما ليه احنا ما خدناش النقابة المستقلة؟ هم زملاء واحنا بننسق معاهم في اعمال، وهم بينفردوا في اعمال لوحدهم، والدليل على كده ان هم قابلوا الوزير قبلنا وما اتصلوش بينا. وبالتالي لسنا معنيين بان احنا نعرض على جميع الاتجاهات والحاجات ديت. اما كون ان هم يتهمونا بالتخوين فاحنا مش بنخون حد ابدا. اصل ده مش وقت الاتجاهات واستاذ حسن واصل احنا مش معنيين واصل احنا مش قصه. البلد بتغرق، البلد بتغرق. الدراسه يوم السبت. اسمح لي يا استاذ معتز. يا استاذ ايمن، انا عايز اوضح، اتهمت الوفد ده بالخيانه ليه؟ انا اوضح القضيه ليست في اتهام بالخيانه ولا غيره. القصه باختصار شديد انه احنا بدانا حركه احتجاجيه وكنا نتمنى ان تنتهي قبل العام الدراسي، وبدانا هذه المرحله الاحتجاجيه بمظاهره امام وزاره التعليم يوم 10/8. والحقيقة أنه معالي الوزير طلب مقابلتنا واستدعى ممثل من المجلس العسكري من الجيش، وحضر الممثل معنا كوسيط للتفاوض أو لحضور اللقاء أيا كان، وعرضنا مجموعة المطالب المتمثلة لو تسمح لي أقولها والمفروض أن احنا نقولها. يا أستاذ أيمن عفوا، بس اسمح لي، انا عايز اعرف. لا اسمح لي، انت انا عايز اعرف، مش قادرين تلموا وتقفوا على كلمه رجل واحد؟ لا احنا واقفين على رجل واحد. امال ايه الاتهامات المتبادله؟ ليست هناك اتهامات، لانه زميلي الاستاذ حسن في هذا الوقت، انا بشرح لك ظروف كيف قابلنا الوزير اول مره، لم يكن هناك حركه معلمون بلا نقابه في هذه الوقفه الاحتجاجيه، ولا نقابه معلمين مستقله، نقاب منفرد، ممثل من 10 من الزملاء من كل الحاضرين اتفقوا علينا، فطلعنا قابلنا الوزير في هذا اليوم وعرضنا عليه مطالبنا. وعلى عكس ما وصل إليه من نتائج زميلي حسن والوفد اللي معاه، الوزير قال لنا الجأوا إلى القضاء في نهاية الأمر، قال الجأوا إلى القضاء. فطلبنا منه كوزير لنا أن ينقل طلباتنا إلى مجلس الوزراء، فرفض. فقلنا له خلاص سنصعد الأمر بالطريقة الآلية أو بالآلية الديمقراطية التي نص عليها الدستور والقانون، قال روح اعملوا اللي انتوا عاوزينه. فصعدنا يوم 17 في وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، أعلنا فيها للرأي العام مطالبنا، وجعلنا المطلب الأول على عكس بقى زملائنا، وهي إقالة وزير التعليم الحالي. غدا الأربعاء تبدأ أولى جلسات انتخابات مراحل انتخابات نقابة المهن التعليمية. الناس بتسأل ببساطة، ما وفرتوش جهودكم ليه في المظاهرات والمطالبات من أجل انتخاب مجلس نقابة قوي يتحدث باسم الجميع، بدل ما هي، مع احترامي، نقابة معلمين بلا حدود ونقابة ليه ما نعملش كده؟ صحيح صحيح، كلام حضرتك منطقي جدا ورائع، وإحنا كمعلمون بلا نقابة عملنا كده فعلا. قلنا هنشتغل في خطوط متوازية، هننزل للشارع نعرض مطالب المعلمين بأدب واحترام يليق بالمعلم، وفي نفس الوقت هنمشي في الانتخابات. حركة معلمون بلا نقابة الآن تنافس على جميع اللجان النقابية على مستوى جمهورية مصر العربية، وبالتالي احنا تم رفع قضايا من النقابة المستقلة من أخونا أيمن، وأنا بحترم رأيه في الجزئية ديت، ومن النقابة العامة لتأجيل الانتخابات. ده رأيهم على رأسنا من فوق، لكن احنا بنرى أن كلما كانت هناك كتلة صلبة تمثل المعلمين، لأن أنا أعتقد أن منصب النقيب أعلى من منصب الوزير، فالوزير معين والنقيب باختيار قاعدة شعبية، الوزير باستطاعة رئيس الوزراء أن يقيله غدا أو رئيس الجمهورية، لكن نقيب المعلمين لا يستطيع لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء أن يقيله لأنه منتخب. الحاجة الثالثة أن النقيب مهيمن ومسيطر على أعمال الوزير والوزارة، لأن هو اللي بيقود هذه الحركة كلها. من هذا المنطلق أردنا نقابة حرة قوية تعبر عن آمال المعلمين وآلمهم، وبالتالي تبقى حائط الصد. وعلشان كده أنا بقى أتأسف جدا
لنقيب الفرعية في سوهاج اللي رفض استلام صناديق الانتخابات وخد قرار عنتري. تخيل حضرتك نقيب فرعية يقول ما فيش انتخابات بكرة. طب فين البلد؟ فين القانون؟ شيء رهيب جدا. رغم ان السيد وكيل اول الوزارة بعت مندوبين لاستلام الصناديق والتذاكر الانتخابية، والسيد المحافظ بعت فاكس للنقابة العامة، ومع ذلك الراجل قال ما فيش انتخابات بكرة. انا عايز اعرف هو عايش في جمهورية مصر العربية ولا عايش في جمهورية مدغشقر؟ جميل. انا عايز احمد نظرنا في الانتخابات. نظركم انتوا فريقين. طبعا. ايه وجهة نظركم؟ اولا انا بقول دلوقتي وجهة نظر نقابة المعلومة المستقلة. نحن لسنا نقابة موازية، وكما يقول السيد الوزير وكما اقول انا، نحن نقابة عمالية. نقابة المهن التعليمية، للفرق بين الاثنين، يعني النقابة المهنية هي نقابة تهتم بتطوير شؤون المهنة. اما النقابة العمالية فتهتم بالمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها ومن تعبر عنه من شرائح في المجتمع. الحقيقة أن أحادية العمل النقابي أفسدت نقابة المهن التعليمية منذ أن أنشئت سنة 1969 بالقانون 79، ووزير التعليم المصري هو رئيس نقابة أو هو نقيب المعلمين في مصر. كيف يمكن لنقابة أن تطالب بحقوق أعضائها من السلطة التنفيذية ويكون رئيسها هو الوزير؟ صعب جدا. صعب. وبالتالي نحن نعترض على أن تكون نقابة المهن التعليمية هي الممثل الشرعي الوحيد للمعلمين في مصر، لأن هناك التباس وتداخل بين السلطة التنفيذية والنقابة. أيضا تعريف النقابة أستاذنا، تعريف النقابة هي تنظيم مدني ينشأ بإرادة أعضائه ويضع لائحته التي تعد دستوره، أي أن الأعضاء هم الذين يضعون دستور النقابة. وبالتالي تنشأ النقابة للمطالبة بحقوق الأعضاء. في الدول الرأسمالية التي تطبق سياسات الخصخصة، النقابات كلها بتبقى نقابات عمالية. نحن كمعلمين في مصر أستاذ معتز وإلى الرأي العام كله يجب أن يعرف أننا عمال، وليس مفهوم العامل كما يعلن سيادة الوزير أو السادة المستشارين. مفهوم العامل وفقا للقانون والتشريع هو كل من يعمل بأجر لدى نفسه أو لدى غيره. الوزير نفسه عامل لدى الحكومة. وفي ظل قرارات التي أصدرها الرئيس المخلوع مبارك سنة 1984، حيث ألغى التكليف الذي أصدره بقرار جمهوري الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1958 بتكليف كل خريجين الجامعات والمعاهد، لغاه مبارك سنة 1984 حين دخلت الدولة أو طبقت الدولة سياسات الخصخصة. كان هذا اتجاها لرفع يد الدولة عن تقديم الخدمات العامة، الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها التعليم والصحة. طيب. احنا واصلين لمرحلة ان 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 في مشاكل كبيرة في التعليم زي ما في كل حاجة. تمام. في مشاكل عويصة. تمام. تمام. وصبرتوا وصبرنا. تمام. كبلد. تمام. مختارين او مغصوبين، طائعين او بحد السيف كل هذه السنوات، متفقين؟ تمام. النهاردة كل الطوائف متخيلة ان حل هذه المشاكل في هذا التوقيت اللي البلد فيه بتنهار، هل ده التوقيت المناسب؟ اسمح لي هذا استاذ حسن الاول، انا كان لي تعليق بس على كلام اخويا ايمن. طب بالله عليك الكلام الباقي ده توضيح مش تعليق. توضيح. من الان لن يكون وزير تعليم مصر نقيبا للمعلمين وعلى مسؤوليتي الشخصيه. من الان النتائج دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا غير راضيين عن القانون، لكن هو المتاح الان لان ما عندناش مجلس شعب. هنسيب البلد في فوضى؟ نسيب المعلمين في فوضى؟ فقررنا ان نصلح النقابه من الداخل. ده راينا، ان نصلح النقابه من الداخل. كما انني اعتقد ان التعدد النقابي ده شيء جميل، لكن هذه النقابه محتاجه دفع ونسترد اموالنا وفلوسنا والحاجه دي كلها. وبعد كده احنا عندنا تصور تعدد النقاب، نبقى في نقابه للتعليم الابتدائي، نقابه للتعليم الاعدادي، نقابه للتعليم الثانوي، نقابه للتعليم الفني، وفي النهايه بينهم اتحاد نقابات. ده شيء رائع وشيء جميل جدا. لكن هذه اللحظه يجب فيها ان نتوحد على مطالب المعلمين واراده المعلمين اللي هي هتقدر تجيب حقهم ككتله صلبه وكتله كبيره بتمثل تقريبا 2 مليون و300 ألف على رأس العمل و450 ألف
في المعاش أكبر نقابة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الاتفاق على المطالب. السؤال أحمد غنيم بيبعد بيسأل بيقول يا جماعة هو ده وقته؟ يعني اللي هيحصل إيه لو في شوية صبر لحد ما البلد تبقى دولة؟ تمام. قدامنا كم شهر وتبقى دولة. صحيح. عشان نقدر نتكلم مع مجلس الشعب، نقدر نتكلم مع وزير تعليم يملك سلطات. تمام. هذا الرجل الآن أقسم بالله ما لي علاقة أي علاقة به هو أو غيره يملك إيه يدهولك؟ أقول لحضرتك لما نيجي نحط العقدة في المنشار قبل بداية التعليم. تمام. لطلبات هي بالتأكيد منطقية عشان ما حدش يزايد عليا. كل الطلبات التي قيلت في اختلاف بسيط ممكن يكون فيها، ولكنها في النهاية كلها لمصلحة البلد اللي مش هتقوم إلا بالتعليم ومش هتقوم إلا بحضراتكم، لأنها النهاردة التعليم ده هو اللي كل حاجة. تمام. كل حاجة. تمام. دكاترة ومهندسين وعلماء ورئيس وكل الناس يطلع من التعليم. تمام. الصبر يجرى فيه إيه؟ أقول لحضرتك أنا بقى أقول لحضرتك مع اتفاقي مع حضرتك في بعض النقاط، لكن في جزئية مهمة جدا. إذا كان هذا الوزير كما بنقول إنه بنطالب بإقالته عفوا يعني في هذا التوقيت، وحركة الاحتجاجية كلها قائمة على هذا، لأننا لم نرى، والتعليم بالمناسبة يا أستاذ معتز ليس مطالب المعلمين أو الحركة الاحتجاجية دي هي مطالب فئة قليلة، بل زي ما قلت حضرتك هي القاعدة التي يبنى على أساسها المجتمع. وبالتالي لم نرى هذا الوزير أو معالي الوزير أن يقوم بمجموعة الإجراءات التي كان يجب أن يقوم بها في مرحلة ما بعد الثورة. على سبيل المثال بقاء مسؤول الأمن داخل الوزارة. نسأله لماذا يوجد اللواء حسام أبو المجد مسؤول إدارة الأمن المركزي داخل هذه الوزارة؟ لم يقم بتطهير الوزارة من مجموعة وكلاء الوزارة والمستشارين الذين تبلغ مرتباتهم حدا يفوق الخيال، وفي ذات الوقت يناقشنا في حوافز وحافز 200% اللي هو قاعدين يختزلوا قضية المعلمين في الحافز، ينظر إلى مرتبات مستشاريه. أنا هدي نموذج صغير لحضرتك. ده مفردات مرتب مدرس مساعد. تفضل حضرتك. سيادة المستشار طارق الحصري النهاردة في أحد القنوات الفضائية وبالأمس وطوال الأسبوع الماضي يؤكد على أن المعلم المساعد مرتبه هو 900 جنيه. هذه مفردات مرتب معلم مساعد. هذا دليل، وحضرتك ممكن تفتح الميكروفون دلوقتي لأي معلم مساعد يتصل علينا ويقول بيقبض كام. بالتأكيد شيء مهين من غير ما أقول الرقم. يعني الصافي 383. أنا ما بتكلمش عارف حضرتك أنا بقول دي إيه. عفوا أنا فاهم. لا كلمني على بلد، كلمني على أنا أقول لك حضرتك بس. أنا أقول لك ممكن تكلمني في إيه. كلمني عن عبير أنور اللي بتقول كل فئة لها مطالب وكلها مطالب مشروع. أين مطالب الطلبة أولياء الأمور عن كل ده؟ مطالب بمناهج دراسية جديدة هي مش مرقبتكم ومفيدة، ومعلم ليس له مشاكل مع الوزارة والإدارة، ومعاملة جيدة للطلبة، والحد من زيادة المصروفات، والحد من الدروس الخصوصية، وكل هذه الطلبات بالصبر والألم والأمل في بكرة وفي الله، وده أهم حاجة. طيب. كلمني النهاردة عن مجتمع على حافة الانهيار. دائما أشبه مصر يا أستاذ حسن يا أستاذ أيمن. تفضل. دايما بتكلم على مصر ان هي دلوقتي في فترة مرض شديد. ازاي نطالب البني ادم المريض اذا اعتبرناها بني ادم مريض وفي غرفة الانعاش، ولا احنا مصر مش في غرفة الانعاش؟ غرفة انعاش. ازاي نطالب البني ادم غرفة انعاش اقول له قوم يلا عندك سباق 100 متر او 4000 متر حواجز. كل اللي بنطلبه واللي بتطلبوه سباق 4000 متر حواجز. كيف يتحقق الان؟ عيان بيضرب في ميت، هل أخطأت؟ لا أنا مختلف معك في دي بقى. طيب. معلش يا أستاذ معتز أنا مختلف. إذا أنا متفق معك في إنه في إحنا في حالة إنعاش. لكن التعليم هو أنبوبة الأكسجين التي ستنقذ مصر في هذا المطر. فين مصر؟ أنا أقول لحضرتك فين مصر؟ ما تخدش موجودة لسك. مصر فين مصر؟ موجودة فين؟ موجودة في رجالها وشبابها ومدرسينها فين وأطبقها. مؤسساتها؟ الدولة مؤسسات. فين مجلس الشعب؟ طيب. اللي هيساعدك فين؟ تمام. مجلس الشورى. تمام. فين المحليات؟ تمام. فين الرئيس؟ تمام. فين الدستور؟ تمام. فين مصر؟ تمام. فين مصر اللي بتطلبه منها؟ طب لماذا تصدر قرارات لماذا تصدر قرارات زي النشر 75 فيما بعد الثورة بتثبيت المعلمين؟ طلع من الدكتور أحمد جمال موسى، ثم يحيل تنفيذ هذا القرار إلى المحافظات وما قدرش ينفذ. ليه بقى؟ لا حضرتك، لا، في بعض المحافظات بدأت تنفذ مع أن القرار ده خاضع لمالية الوزارة وليس مالية المحافظات، لكنه يصدر قرارات. هو يعلم تماما
انها ستحدث حاله من التمييز الاجتماعي بين المعلمين داخل المحافظات. ماشي. ايضا زي ما قلت لك لم يقم باي اجراء للتطهير واعاده هيكله الاجور داخل